مقتل 3 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة العديد بقصف صاروخي وعنقودي للنظام على بلدتي خان السبل والنيرب في ريف إدلب ومحيط مدينة قلعة المضيق بريف حماة الغربي. مقتل 6 عناصر من جيش العزة بقصف صاروخي للنظام استهدف موقعا لهم في ريف حماة الشمالي. وزارة الدفاع الروسية تقول في بيان لها إن الأقمار الاصطناعية كشفت عن وجود مقبرة حديثة تحوي 300 قبر جديد تقع على الجانب الجنوبي مباشرة خارج سياج المخيم. المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف يقول إن المعارضة السورية كانت حريصة على انتهاز فرصة وجود وزير خارجية روسيا في الرياض لتنشيط الحوار مع الجانب الروسي حول سير عملية التسوية السورية. المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية العليا للمعارضة يحيى العريض يقول إن لافروف وجه دعوة للهيئة لزيارة موسكو ومناقشة كافة القضايا والتشاور بخصوص جميع الملفات. مقتل عنصر من خلية تابعة لتنظيم الدولة وتفجير آخر لنفسه خلال اشتباكات مع هيئة تحرير الشام في شارع القصور داخل مدينة ثبا.